خبر عاجل ومهم، دائرة الشؤون المفصولين السياسيين تصدر 1067 كتابا جديدا للمفصولين السياسيين الموظفين وغير الموظفين. أصدر دائرة الشؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مجموعة من الكتب الجديدة بحق مدعي الفصل السياسي من الموظفين وغير الموظفين. وأكد رئيس الدائرة السيد رسول عبد علي الأزرجاوي أن عدد الكتب الصادرة بلغت 1067 كتابا، وبإمكان الموظفين مراجعة دوائرهم الإدارية. أما فيما يخص غير الموظفين فبإمكانهم مراجعة مديريات الخزائن في المحافظات لاستكمال الإجراءات الإدارية وللاطلاع على قوائم الأسماء الدخول إلى قناة التليجرام التابعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الرابط الآتي. أحبتي المشاهدين، الرابط سوف يكون في أعلى الفيديو وكذلك في أول تعليق على صفحاتي في الفيسبوك والتيك توك واليوتيوب الإعلامي علي بارك الدلوي. تقبلوا تحياتي.